احتفلت دار الأوبرا المصرية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر 73. تواصل الأوبرا احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر خلال الشهر الجاري بمجموعة من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية انطلق الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر المجيدة، تلك الحرب التي جسدت كل معاني التضحية والانتماء للوطن. احنا في احتفالية كبيرة 50 سنة على ذكرى انتصارات أكتوبر، احتفالية يعني بتوثق بقى كل مجهودات الدولة المصرية على مدار 50 سنة اللي فاتوا، وبنقول فيها لكل الأجيال اللي جاية إنه طول ما احنا إيد واحدة وطول ما احنا على قلب رجل واحد نقدر نعدي ونقدر ننتصر. حاجة جميلة كمان إنه كل قطاعات الدولة الحقيقة عاملة لنا حالة من الاحتفالات، حالة من البهجة كده لحد ما وصلنا النهاردة 6 أكتوبر على مدار الأسبوعين اللي فاتوا. ده اهتمام كبير من وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية بأن حدث زي ده ما يمرش مرور الكرام، أن لازم مصر كلها تحتفل بيه. والأوبرا يعني الحقيقة من أوائل المتحمسين للاحتفال بالحدث ده، لذلك اخترنا برنامج يليق بالحدث. دار الأوبرا استعدت للحفل بمجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية، سواء كانت للفرقة القومية للموسيقى العربية أو لمجموعة من المطربين. ده فخر وشرف كبير جدا ليا ولكل المطربين اللي هيشاركوا في الحفلة ديت، وكل الموسيقيين ولدار الأوبرا المصرية كمان. إن شاء الله بإذن الله نكون قد المسؤولية ديت، وإن شاء الله نعمل حفلة تليق بالحدث وتليق بالجمهور بتاعنا وبشعب مصر، ونتمنى ده بإذن الله. حفلة طبعا مهمة ومتشافة، ويا رب دايما مصر كده أم الدنيا وتبقى قد الدنيا إن شاء الله. هغني النهاردة وأنا على الربابة بغني أو حلوة بلادي السمرة، هغني يا حبيبتي يا مصر، وهغني إن شاء الله حبايب مصر. يأتي الاحتفال بمناسبة 50 عاما مرت على حرب استعادة العزة والكرامة، 50 عاما على انتصار عظيم حققه جيش باسل قهر بصموده وشجاعته وإيمانه بقدراته والتخطيط العبقري للحرب غرور العدو ومزاعمه الواهية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.